يا اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انا دايما اقول انه الدول بيقاس رقيها وتطورها في معاملات كثيره او في اسلوب توفير حياه كريمه والتعامل الصحيح والصحي مع فئات كثيره جدا. النساء مثلا، تمكين المراه، الاطفال مثلا، التعامل معاهم والحق في التعليم والصحه وغيره، تمكين الشباب مثلا، ايضا اصحاب الاحتياجات الخاصه والاعاقه، كمان الدوله اللي بتنظر ليهم بعين الاعتبار وتحاول انها تكسر التحديات الكبيره قوي اللي بيقابلوها، لانه هو بالفعل بيكون عنده تحدي كبير قوي، سواء اعاقته اعاقه بصريه، اعاقه حسيه، اعاقه جسديه، اي مكان. فلازم المجتمع يجي دوره هنا بقى عشان يسهل له هو الامور المختلفه. مصر فين من التعامل مع اصحاب الاحتياجات الخاصه؟ مصر متاخره قوي من الاخر كده. يعني في نيه ان احنا نشتغل، في نيه. الرئيس كان في مؤتمر الاسماعيليه بمنتدى الشباب اللي فات، اعتقد كان في ابريل 2017، وقال ان احنا في 2018 هيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصه، واعلن ده بعدها كمان. هنعمل ايه؟ هل مجرد اعلان ونطلع من 2018 ل 2019 ما عملناش حاجه، ولا في نيه حقيقيه للتعامل مع هذا الملف؟ 5% وضعهم ايه؟ ايه اللي بيضمن للقانون؟ ليه دايما عندنا مشكله في تعيين ال 5%؟ الناس دي ليه دايما ما بتاخدش حقها في الشغل؟ ويقول لك ان حتى دي فيها وسايط. فين العداله الاجتماعيه هنا؟ خلونا نتكلم في كل ده، خصوصا انه البرلمان الاسبوع ده اللي احنا يعني لسه خارجين منه في مناقشات مهمه جدا بتدور في ولجان استماع، نتكلم اكتر عنها وعن مشروع قانون ذوي الاعاقه مع ضيوفنا الكرام اللي منورنا، سياده اللواء دكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيره التضامن واستاذ القانون الجنائي باكاديميه الشرطه. يا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. وسياده النائب يسري نجيب الاسيوطي عضو لجنه الاداره المحليه بمجلس النوابي، اهلا بحضرتك يا فندم. وهو المفروض دايما يقول لك ليديز فيرست، بس انا الصراحه بحب ختامها مسك، يعني احب اخد ختامها مسك الحقيقه. النائبه الجميله والمجتهده جهاد ابراهيم عضو لجنه الاسكان بمجلس النوابي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ومنور. اخيرا اخيرا شايفه بقى المسمر بينول. شفت كل ما نتقابل في مؤتمر شباب نقول لازم نعمل مع بعض ولازم نتكلم في مواضيع مهمه قوي. انا بعشقك وبعشق ضحكتك وبعشق وشك المصري، يعني وشك مصري اصيل بجد والله. انا فخوره ان انا متشرفه بوجودك النهارده. انا اللي فخوره والله العظيم، ورغم كل التحديات والكارما اللي مكركباها في العربيه بس انا جيت علشان فعلا يعني عايزه اقول حاجات كتيره جدا. الموضوع يستاهل ان احنا نتكلم مره واثنين وعشرة كمان. يمكن انا من كام يوم، لو تسمحي لي ابدا الكلام، ان انا من كام يعني من على صفحات ذوي الاعاقه انا مش بتكلم خالص. قلت لهم لاول مره هتكلم، لان انا بني ادمه اتعودت اعمل ما اتكلمش، وبني ادمه اتعودت ان انا اشتغل في صمت، ومش مهم بقى مين هيشوف، لان كده كده عمر ما حد هيرضى عنك، لازم ربنا اصلا يرضى عنك وانت تكون راضي عن نفسك، لان ارضاء الناس غايه لا تدرك. عايزين نرجع لورا شويه منا، مثلا في 2009 انا كنت من الناس المعتصمه قدام مجلس الشعب زمان، قدام بوابات مجلس الشعب، وكنا ايامها بنطالب بايه؟ يعني كنا بنطالب، كان اقصى احلامنا كذوي اعاقه في الوقت ده ان يكون لينا ممثل داخل البرلمان تحت القبه، وكنت يومها مكتئبه، او كنت حاسه ان احنا مقهورين وما عندناش حقوق، وبنت مهمشه فقيره عاشت ظروف اعاقه، طول عمري على كرسي متحرك، عندي شل اطفال من وانا طفله، امارات، تهميش، كل حاجه ما تتخيليها اللي قدامي بيعاني منها انا يعني عانيت منها اضعاف مضاعفه، وكنت بني ادمه عماله ادور على نفسي داخل حوالين سور مجلس الشعب، اللي ما كناش في لحظه نحلم ان الباب ده يتفتح وندخل. سبحان الله. ولما جيت بقيت ليدي وهانم، حتى قلت لفخامه الرئيس في مؤتمر من المؤتمرات، قلت له انا ما اتولدتش ليدي وهانم، انا ما اتولدتش في بقي معلقه من ذهب، انا تجرعت الفقر والمرض طول سنين عمري. ولما جه البرلمان يتعرض عليا ان انا كنت بعيط، اقول لهم لا انا مش عايزه المنصب ده، انا اوريدي واصله ان انا عشقت ربنا، واصله لكل حاجه انا عايزاها. انا بتكلم الكلام ده ليه؟ عشان ما ننساش، عشان ما ننساش احنا كنا في مرحلة ما كانش لينا اصلا وجود، كنا في مرحلة عبارة عن البروش اللي بيلدي قدام اي واحد عنده انتخابات، يجيب شوية من ذوي الاعاقة عشان يكسب بيهم ود الناس ويعدي. كنا الناس اللي بالنسبة لنا ايه، عارفة نظرة الشفقة والاحسان، يلا بقى نعمل لهم شوية حاجات علشان ايه نكسب ود الناس وننجح في الانتخابات. لا، لازم ما ننساش ان الدستور كفل لنا حقنا وبقينا 9 تحت قبة البرلمان. لازم ما ننساش ان احنا قانون بيتناقش، ما فيش حلم لكل شخص ذوي
الإعاقة بيحلم بيه إلا متحقق. ما لازم ما ننساش إن إحنا 9 نواب أقسمنا قدام ربنا إن إحنا نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، ومن ضمن الشعب إحنا قلت لهم، قلت المضابط الجلسات بتشهد وبتسجل، وكل مرة أقول خلي المضابط تسجل الكلام ده، إن أنا أفتخر إني على مقعد الإعاقة، أفتخر إن حكاية حلم، أفتخر إني أنا جيت إن أنا بقول للأحلام ما فيش حاجة اسمها مستحيل، إن أنا كنت ما أحلمش ولا لحظة إن باب المجلس أو أسوار مجلس النواب تتفتح لنا. دلوقتي إحنا جوه بقوة القانون وبقوة الدستور وبقوة الشرعية الشعب اللي اختارنا، مش عشان احنا مثلا حاجة، لا احنا مختارين جوه. هنرضي الناس كلها؟ اكيد مش هنرضي الناس كلها، بس مصر بتفرح، مصر بتفرح بقيادة رئيس لن يتكرر. وعايزة برضو يمكن في كل الحلقات بقول الرئيس السيسي أسطورة لن يتكرر، لانه احترم كل فئات شعبه. هذا الرئيس يعمل، لما اطلق عام 2018 حتى قلت في الجلسه العامه من كام يوم، مش اطلقها عبس، ان 2018 عام لذوي الاعاقه، لما عام 16 الشباب وعام 17 المراه و2018، لا، لانه عارف ان مصر دي هتقوم باحترامها لكل شعبها وبكل فئاتها. ناقص حاجه يا منى، كل القانون ما فيش فتفوته، حتى اهم ماده انا بشوفها ان هي، انا دايما حتى في طلبات الاحاطه لوزير النقل اقول له فين حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، فين النقل الجماعي، فين ان احنا نروح زي بلد زي اي دوله، حتى مش ضروري تكون متقدمه، بتراعي حقوق كل فئاتها. امتى هنزل من بيتي مش مضطره ان انا اسوق؟ امتى هنزل من بيتي مش مضطره ان انا اركب تاكسي او عربيه خاصه ادفع فيها؟ امتى هلاقي وسيله مواصلات ادميه؟ هي الحكايه مش صعبه ان انا احط رامب في الاخر الاوتوبيس واركب، مش صعبه، محتاجه دماغ، محتاجه بس رؤيه، محتاجه انسانيه. كنا زمان نقول للمسؤول انا هركبك على كرسي متحرك يوم كده وتعيش يوم من ايام شخص على كرسي متحرك وتشوف كم المعاناه. بس الحقيقه ان انا لما بقيت في المطبخ ولما بقيت جوه الحكايه والصراع، وان احنا ربنا رزقنا برئيس لجنه دكتور عبد الهادي القصبي، بوجه له افضل تحيه، اقول له يا دكتور كذا، يقول لي حاضر، النائبه الفلانيه كذا يا دكتور، رئيس لجنه التضامن، فعلا شخص رهيب. كنا متضايقين، انا كنت قلقانه في اول دور انعقاد انه مش من ذوي الاعاقه، وهل هيحافظ على حقوقنا؟ هل هيحس بيكم؟ ده السؤال. والله العظيم انا كل شويه اقول لدكتور 15 مليون معاق، يعني في رقبتك، احنا عيناك رئيس للجنه او انتخبناك رئيس للجنه دي علشان انت تعرف ان كل فتفوته التاريخ بيشهدها. احنا بنشهد ميلاد جديد، مرحله جديده. وزي ما قلت لك اهم ماده في القانون، كنا اول امبارح للساعه 5 او 6 في لجنه التضامن عمالين مادتين رجعوا للصياغه وخلاص ظبطناهم للساعه 5، حلم صغير الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه واللي عندهم اعاقه ذهنيه، الاطفال القصر اللي اصلا لسه من حقهم يكون ليهم عربيه مجهزه معافاه تماما من الجمارك، الامراض اللي هي لغايه دلوقتي احنا مش بارعين قوي في التعامل معها، زي التوحد، زي الحاجات دي كلها، كل الاعاقات كل الاعاقات طالما هو بيصنف تحت اعاقه ما من حقه يصرف ليه سياره مجهزه معافاه تماما من الجمارك، حتى لو هو اوريدي مثلا الاعاقات الذهنيه او التوحد او دول، هم طبعا لازم يكون ليهم ولي امر او ابوهم او مامتهم هم اللي يكونوا الولي عليهم، هي السياره هتكون باسم الاب او الام لان هو يعني الولي ليه. تاني حاجه، لو انا عندي اعاقه حركيه واخويا عنده اعاقه ذهنيه او اعاقه او مثلا توحد او ضمور العضاء، اي اعاقه، كل ما الناس تسالني اقول لهم يا جماعه كل انواع الاعاقات، ما فيش مخلوق، احنا هدفنا ان احنا نحفظ الحق ده. ما احنا ممكن عندنا قوانين كتير وما بتفعلش يا منا، يعني صح. هي احنا مش الفكره، صح. في ان احنا نكون عندنا مش قانون، ان احنا نطلع قوانين، وانا بعشق كلمه لسياده النائب علاء والي، علاء عابد الرائع طبعا، وتحيه لعلاء والي لانه الاب الروحي اللي انا بعشقه كمان. عايز اقول لك احنا داخل المجلس حالة العشق اللي بيننا وبين كل النواب، احنا نواب معظمنا نواب لاول مره. طب ما فيش عشق ليه بين النواب والبرلمان والشعب يا سيدي؟ بصي يا سيدي، بصي يا منى، في عشق، هو في عشق، بس عشق ممنوع يا سيدي. لا عايزه اقول لك يا منى، احنا ما تعودناش، انا معلش اسمحي لي بقى تخصصي هدخل لك بقى، ما تعودناش نشوف النور، ما تعودناش نتلكك ان احنا نشوف الايجابيات. هذا الرئيس يعمل بصمت، واحنا كمان يعني انت عايزه اقول لك بنحارب مع الوزراء وبنحارب مع المسؤولين على ان احنا نجيب حقوقنا اللي هي المفروض اصلا احنا المفروض نقعد مكاننا كده والحاجات تتحقق. بس انت 30 سنه من الدمار عايزه تصلحيهم في سنتين ثلاثه؟ لا، اكيد هياخد وقت،
لازم وبعدين لازم نشوف النور. امتى لما كنا بنقف طوابير العيش وطوابير والنور بيقطع ليه نسينا يا منى؟ ليه نسينا؟ ليه نسينا كل ليه كنت انت تقدري تطلعي الساعه 11 بالليل 10 بالليل لا. لما كان حظر التجول موجود لا. كنا نقدر نتكلم كده، كنا نقدر نحلم كده، كان يقدر شاب يقف قدام الرئيس يساله كانه تلميذ قدامه، اسال الرئيس وفقره للشباب ومنتديات الشباب اللي قالوا ايه ده هي هوجه وهتخلص، وبرده ذوي الاعاقه ده قانونها كده هيفرحوا بيه الناس. عايزه ارجع واقول حاجه مهمه يا منى، القانون هيطلع والقانون ما فيش زيه، بس هيطبق. ده دور الاعلام، دور الخطاب الديني، التوعيه، الجهات التنفيذيه يا سياده النائبه. ده طبعا هنرجع تاني لدوركم في الرقابه على الجهات التنفيذيه علشان تطبق. وبعدين انا احنا دلوقتي احنا عايزين نحول ثقافه من الاحسان لثقافه حق. انا مش بتديني حاجه هبه ولا احسان منك، انا مواطن ليا حقوق وعليا واجبات. صح. يوم ما اقصر في واجباتي حقوقي ده بقى حاجه منها. وثقافه بقى مش عايزه اقول الشحاته، او ثقافه ان انا ابقى اعاقتي دي استخدمها ان انا ابتز الاخرين، اعاقتك دي فخر ليك، اعاقتك دي هي اللي ربنا خلقك بيها عشان تمتاز. لو انت استثمرت وقررت انك تستثمر الاعاقه دي، ياما ناس قاعده مكتئبه ومحبطه وهتفضل مكتئبه ومحبطه وعندها قانون على فكره، وياما ناس قعدت بتحفر في صخره، ما انا متشاله كام سلم وانا جايه وكام سلالم بره وكل شويه، بس هل هقعد محبطه واكتئب ولا اقول لا بكره احلى واشوف بكره جاي احلى؟ هيبقى جاي احلى ان شاء الله. انا بشكرك جدا لانك اديتينا مقدمه للموضوع، لخصتي وعبرتي فيها عن كل حاجه، اوجاع اصحاب الاعاقه طبعا، نظره القانون ليهم، وان كنت لسه هدخل في تفاصيل عن مشروع القانون ده، مشروع القانون اللي بيناقش دلوقتي، واعرف المادتين كمان اللي حضرتك بتتكلمي عنهم.